يعني صباح الخير. فعليا انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيمي تول كرم وكذلك أيضا بلاطة شمالي الضفة الغربية بالتزامن مع سلسلة اقتحامات لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في مناطق وسط الضفة في قرى محافظة رام الله وبعض مناطق الجنوب في بيت لحم وكذلك أيضا الخليل. ما حدث في مخيم بلاطة أن قوة عسكرية إسرائيلية برفقة جرافة اقتحمت السوق المركزي في المخيم وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مداهمات لعدد من المنازل الفلسطينية لعائلة مشا، وهنالك قامت الجرافة على تدمير لبعض نقاط البيع المتنقلة وأضرار جزئية في البنى التحتية في المخيم. خلال هذا الاقتحام اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلالها تمكنت فصائل المقاوم من تفجير عبوة ناسفة بشكل مباشر في جرافة عسكرية إسرائيلية وسط السوق المركزي بمخيم بلاطة. خلال تبادل إطلاق النار أصيب شابان فلسطينيين. الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في بيان صدر مع ساعات الفجر الأولى بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة القدم والآخر أصيب بالرصاص الحي في منطقة اليد، ونقلت الإصابات إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس لتلقي العلاج. جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب عبر الآليات العسكرية والقوات الراجلة باتجاه المحور الجنوبي من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس قرب حاجز حوارة، وانسحبت هذه الآليات بالتزامن مع هذا الاقتحام. كان هنالك اقتحام لبلدة دير الحطب إلى الشرق من مدينة نابلس. خلال هذه العملية قوة راجلة إسرائيلية اقتحمت منزل عائلة الأشقر واعتدت على أحد الشبان داخل المنزل قبل اعتقاله وتدمير كافة محتويات المنزل والعبث بمقتنياته، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم أطراف مخيم تول كرم وكذلك أيضا الحي الشرقي بالمدينة وضاحية دنابة بمحاذاة المخيم. هذه المناطق شهدت دخول لنحو 10 آليات عسكرية إسرائيلية، خلالها تم اقتحام منازل لأسرى اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي سابقا وكذلك أيضا محال تجارية، عمليات بحث وتمشيط وكذلك أيضا مصادرات لتسجيل الكاميرات في المنطقة. خلالها اندلعت اشتباكات عنيفة وسلسلة استهدافات حقيقة غير مسبوقة بالعبوات الناسفة محلية الصنع في أطراف مخيم تول كرم باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية. لم ترصد أي حالة اعتقال حتى هذه اللحظة، وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المحور الغربي باتجاه حاجز السنعوز غرب مدينة تول كرم. هذا يأتي بطبيعة الحال بعد تطور لافت أعلنته كتيبة تول كرم سرايا القدس في مخيم نور شمس، حيث أعلنت تبنيها تفجير عبوة ناسفة بمركبة للمستوطنين قبل 3 أيام أسفرت عن إصابة مستوطن. وهذا بيعتبر يعني تطور لافت، سيما وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع لأن تكون ساحة المواجهة في كثافة عملية الاقتحامات هي داخل المناطق الفلسطينية سواء في القرى في البلدات في المدن وكذلك المخيمات، أن تخرج المقاومة والتشكيلات العسكرية إلى خارج نطاقات المدن وتحديدا إلى نطاق طرق عبور المستوطنين وأن تزرع عبوة ناسفة وتفجرها لاحقا. بطبيعة الحال هذا تطور لافت سيكون له ما بعده في القراءة الأمنية الإسرائيلية في كيفية التعامل بطبيعة الحال مع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية الفلسطينية التي تؤكد أنها لن ترفع الراية البيضاء وأنها لن تعدم الوسيلة في إطار استمرار التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل خالد بدير مراسل الغد، كنت معنا من طول كرم.